الفتحي احمد هشام نادي الكمس ويوسف صلاح الدين النادي الاهلي نرجو سرعه تواجدهم يا مناطق التتويج لاستلام الميداليات. الفتحين احمد ياسر نادي سبورتنج وهاني احمد نادي هوليوليدو نرجو سرعه تواجدهم يا مناطق التتويج لاستلام الميداليات. على جميع السباحين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمراحل 17 و19 سنة والعمومي رجال في سباق 800 متر حرة سرعة التواجد في منطقة التتويج لاستلام الميداليات. أحمد هشام نادي الشمس ويوسف صلاح الدين النادي الأهلي لاستلام الميداليات. النداء الأخير للسباحين أحمد ياسر نادي سبورتنج وهاني هشام نادي هوليوليدو لاستلام الميداليات.